أسبوع جديد إن شاء الله يكون طيب عليكم، وحلقة جديدة من برنامج العشية كالعادة. حنكون أنا معاكم محمد الطيب، أنا عمار المنصوري، أزو الفلاو نايت ماتي ستما مانيت الليل. إن شاء الله تكون حلقة اليوم عند حسن ظن الجميع. أخبار منوعة على رأسها حملة جديدة لأصحاب الخير، أيضا في اختيار الممثل والمخرج الليبي فتحي الكحلول باش يكون عضو في لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي في القاهرة. أوبريت الأمل لأول مرة وحصريا لبرنامج العشية ولقناة 218، وحنحكوا مع المشاركين في هذا الأوبريت شوي عن العمل. إلى مصممة الأزياء الليبية إسلام غزالة اللي حتكون لها زاوية خاصة بهم. للأطفال ثقافة، وهي ثقافة العطاء، لازم نربوهم من الطفولة عن هذه الثقافة. حنحكوا عن هذه القضية خلال حلقة اليوم. وأكيد زي كل حلقة رياضة العشية مع أكيد زملائنا في فريق الرياضة وأحد صناع الأفلام القصيرة، حتى هو حيكون معنا اليوم، خليكم معنا. هذه الصورة نبدو أخبارنا المتفرقة، بحيث كشفت شركة أبل في تقريرها البيئي السنوي عن استعادتها لنحو طن من الذهب، أي 2204 أرطال تحديدا، من خلال عمليات التدوير التي قامت بها العام الماضي. ووفقا لآخر أسعار الذهب في الأسواق، فإن قيمة ما استعادته أبل من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر القديمة تقارب 40 مليون دولار. كما كشف التقرير أن أبل حصلت أيضا على أكثر من 61 مليون رطل من الصلب والألمنيوم والزجاج ومعادن أخرى من خلال عمليات إعادة التدوير. يذكر أن أبل تستخدم ما يقارب من 30 ميلي جرام من الذهب في كل هاتف ذكي من إنتاجاتها، أغلبها في الدوائر الكهربائية ومكونات داخلية أخرى، علما أن الشركة الأمريكية تقوم بإعادة تدوير الملايين من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر سنويا، وهو ما يفسر هذه الكمية الكبيرة من المعادن. عملية طبعا إعادة التدوير اللي تدير فيها شركة الأبل محمد، مش بس تحافظ على البيئة، بل حتى أن هي تساعد في تنمية اقتصادها باستخدام احنا نقوله الأجهزة القديمة والتالفة، وإعادة تدويرها طبعا تكلفها أقل من لما هي تأخذ قطع أو مواد خام جديدة. ممتاز عمر، حتى حكينا المرة اللي فاتت مع آدم بخصوص هذا الموضوع، بينهم أعلنوا بأن أي شخص يحمل جهاز قديم ومعاش بي، يعني معاش يمشي إلى الخردة بشكل عام، لا يسلم إلى أماكن معينة ليتم إعادة تدويره. لخبر آخر، وهو تعتزم شركة طيران وفضاء سويسرية تنظيم رحلات تنعدم فيها الجاذبية الأرضية تماما هذا العام. في طائرة طبعا تعرض عشاق المغامرة أقوياء القلوب لنوبات متكررة من انعدام الوزن، أو احنا نقوله انعدام الجاذبية. قالت الشركة أو شركة سويس سبيس أن هي يوم طبعا أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها اشترت طائرة إيرباص A340 اللي تحمل 70 راكب في رحلة طبعا حتكون مدتها 90 دقيقة. تقول أنها الأولى في العالم، تتضمن 15 دورة، كل واحدة منها تجعل المسافر يشعر بانعدام الوزن لمدة تتراوح بين 20 دقيقة إلى 25 دقيقة مع وصول الطائرة إحنا نقوله إلى المنحنى أو المستوى العادي الطبيعي. أكيد تجربة مميزة ومختلفة، ونتمنى بأنها يعني تكون متاحة لأغلب الأشخاص باش إن هم يخوضوها. نتمنى هذا. نمشي لخبر تاني، وهالمرة خبر خيري، بحيث انطلاق حملة جديدة من نوحة لدعم مركز طرابلس الطبي اليوم الأحد، بحضور عدد من عمداء مدينة طرابلس وإدارة إدارة مركز طرابلس الطبي وبعض رجال الأعمال. حنتعرفوا على أهداف ورسالة هذه الحملة مع الأستاذ إحسان الأشهب، هو عضو اللجنة العليا لحملة أهل الخير لدعم مركز طرابلس الطبي. مساء الخير أستاذ إحسان. مرحبتين بك في العشية. أهلا وسهلا بك. في البداية أستاذ إحسان، نبوك تعرفنا على أهداف حملة أهل الخير لدعم مستشفى الطبي. بالنسبة لحمد الخير لدعم مركز طرابلس الطبي، من الهدف الرئيسي هو دفع نظر الحكومات أو المجلس الرئاسي إلى المعاناة التي تعانيها المستشفيات في العاصمة، وبالخصوص طبعا مركز طرابلس الطبي. طبعا الهدف الثاني هو قيام بحمل التبرعات للمركز، لأن المركز فعلا وصل لمرحلة سيئة من في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك يسبب طبعا نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك عناصر التمريض والتحديد.
ممتاز. هذه الحملة حتشمل الجهات الرسمية للدولة فقط ولا حتى يعني الأشخاص اللي حابين يشاركوا من باب الخير يمكنهم يعني يتواصلوا معاكم ويكونوا مشاركين في هذه الحملة؟ بالتأكيد احنا مستهدفين المواطنين والشركات العامة والخاصة في بلد الأقمار، لأن طبعا جهات الحكومة غياب كامل في الفترة هذه، مش مطلوب أي دعم أو ميزانيات في المركز، فاضطرارنا لفتح الباب لجميع المواطنين وأهل الخير لدعم المركز. ولنا فترة طبعا ابتدأنا في هذا الشغل ووصلنا بعض التبرعات اللي فعلا كان فيها أثر كبير توفير بعض المستلزمات الطبية التي فقدت تماما المركز. سيد حسام، في انتظار تبعتونا البرومو الخاص بالحملة باش يتم عرضها على قناة 218، ولو عندك أي رسالة أخيرة حاب توجهها عبر قناتنا تفضل. بارك الله فيكم على مجهودكم طبعا ونحييكم، وفعلا جهتنا برومو خاص بالحملة إن شاء الله احنا ونتمنى لكم عرضها بفترة أخرى، ان الحملة لازم تستمر لفترة مش معروفة الى حد الان اذا لم ياخذوا الدعم من مثل طرابلس الطبي. فنتمنى منكم طبعا عرض البرومو وذلك تنويهات بخصوص الحملة خلال الفترة القادمة فعلا تنجح الحملة وتعطي مفعولها طبعا ممتاز. أكيد شكرا. كل التوفيق لكم، ودائما نقول بأن هالنوع من الحملات عمار مهم جدا في مرحلة صعبة تمر بها ليبيا. تحياتنا لك أستاذ إحسان الأشهب وهو عضو في حملة أهل الخير بشكل عام. التخطيط والدعاية بشكل عام شيء مهم عمار، ولكن التنفيذ على أرض الواقع هو أهم، لأن المواطن البسيط معاشي بمثل احنا نقوله كلام وأقاويل، يبي تنفيذ على أرض الواقع، وحنا نتمنى لهم التوفيق ودائما حنكونوا مسلطين الضوء. بعدين حتى احتياجات المركز الطبي جدا ضخمة، تحتاج إلى مساعدة الجهات الحكومية بالدور الأول والأساسي لها. نمشي لإعادة افتتاح منتزه عين الشرشارة في ترهونة بعد عودة الحياة والمياه للعين، وقيم احتفال في المنتزه بهذه المناسبة، وتخلى الاحتفال عرض فروسية لفرسان المدينة زي ما قاعدين نشوفوا في الصورة محمد. هي طبعا المية مش ديما موجودة، انقطعت فترة وتوا رجعت من جديد، فهذا اللي خلاهم أن يديروا احتفالية كبيرة في المنتزه. هو بمثابة عرس وفرحة عمال، نعرفوا بأن المياه عبر التاريخ يعني صاحبة الإنسان وكانت أساس في حياته في كل شيء، وخاصة المياه العذبة بشكل عام. فأكيد تحياتنا لكل الشباب الموجودين في ترهونة ونقول لهم مبروك على عودة المياه في مدينتكم عفوا. نمشوا لخبر فني، بحيث تم اختيار الفنان والممثل والمخرج الليبي فتحي كحلول باش يكون عضو في لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي في القاهرة، ولزي ما نعرف أنه هو حيبدأ في 30 من شهر أبريل أي الشهر الحالي إلى يوم 10 مايو شهر 5. حنحاولوا نتواصلوا مع الأستاذ الفنان والمخرج فتحي كحلول وهو يعني حيكون عضو في هذا المهرجان عمار، وعفوه هو مهرجان يعني سنوي يقام في مصر لتقييم بعض المسرحيات العربية بشكل عام. بالضبط، احنا حابين طبعا نحكي معه على التجربة هذه اللي هي تجربة انه يحطوه في لجنة التحكيم، كيف حتكون او كيف مجهز نفسه للحدث او المناسبة هذه، بالإضافة انه حنحكي معه حتى على المشاركات الليبية اذا كان حيكون في او لا. ناخذ معنا الفنان المخرج والممثل الليبي الأستاذ فتحي كحلول، اهلا بك في العشية. مرحبتين بك، اهلا بك، كيف حال الصحة؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رحب بكم وبمشاهدي قناة 218، هذه القناة الصحوة وهذه القناة اللمة الوطنية والمهنية العالية، وأقدم إليكم احترامي وتقديري أنتم وجميع المشاهدين. ربي يحفظك أستاذ فتحي. يعني في البداية يعني المسرح العربي اللي في القاهرة يعني مسرح يعني مهرجان له اسمه وما إلى ذلك، عضو في هذا المهرجان، في البداية احكينا كيف جاك الخبر وأمتى وشن حيكون يعني دورك كعضو في لجنة التحكيم؟ والله طبعا جميل ومهم جدا أن يكون في هنالك مساحة للحوار والتفاهم والتصالح من أجل وحدة الوطن، ذلك أيضا عن طريق الفن والإعلام والمجتمع المدني للنهوض بالإنسان والمشاركة في تنمية الثقافة والفنون في عصر مختلف الاتجاهات، لتأكيد الهوية بكل انتمائها والإضافة إلى المشهد الثقافي الليبي. اختياري
كعضو في لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي بجمهورية مصر العربية. ما هو إلا تكريم للحركة الإبداعية والمسرحية في ليبيا. وقد شاركت فيما سبق في هذا المهرجان أيضا كعضو لجنة تحكيم في هذا المهرجان. وفي أحد السنوات كرمت كأحد رواد الحركة المسرحية العربية من قبل هذا المهرجان، وجاء هذا الاختيار طبعا من وزارة الثقافة المصرية التي أحييها وعلى رأسها أيضا الدكتور عمر دوارة رئيس المهرجان. فأنا طبعا فخور بهذا الحدث الاختيار وبهذا الحدث، ومشاركتي طبعا ستكون يعني كعضو لجنة تحكيم لمشاهدة الأعمال العربية والحكم وتقييمها عليها واختيار النص واختيار المخرج واختيار الممثلين والسينوغرافيا والموسيقى والممثل طيب. الأول والممثل الثاني. أيوة. أستاذ فتحي، بحكم أنك أنت موجود أو حتكون في ضمن لجنة التحكيم لتقييم الأعمال، فأكيد عندك اطلاع، هل حيكون في مشاركات من ليبيا في المهرجان؟ والله إلى الآن ما عنديش برنامج المشاركات لأن أنت عارف يعني المشاركات من ليبيا يعني قصة صعبة شوية جدا، لكن يبدو لي أن في الجهات الشرقية يمكن يكون هنالك فرق قريبة قد يعني تكون حركتها سريعة تستطيع أن تتصل بالمهرجان وأن تشارك فيه، ولكن هنالك مشاركة عربية طبعا من كافة الدول العربية من تونس من المغرب من مصر من الإمارات من السعودية يعني ممتاز. أستاذ فتحي، احنا نعرفوا بأن مسرحية السقالة الليبية شاركت في أحد المهرجانات في شرم الشيخ وتحصلت على يعني أفضل إضاءة في هذه المسرحية. في رأيك لو شاركت مسرحيات ليبية في هذا المهرجان، هل حتكون منافسة قوية أو حيكون في منافسة أو احنا نقوله فرصة للمسرحيات الليبية أنها تتوج كترتيب أولى في هذا المهرجان؟ والله طبعا هو تواجد المسرح الليبي في هذه المهرجانات هو تواجد محترم وتواجد يحسب له ألف حساب، والمسرح الليبي واعي إلى درجة كبيرة جدا إلى أن يكون في الصفوف الأولى للمسارح العربية المشاركة. حقيقة المسرح الليبي فيه إمكانيات كبيرة جدا للفنانين، فقط هو يحتاج إلى الدعم المادي بالدرجة الأولى ويحتاج إلى الدعم المعنوي وإلى من يقف معاه ويشجع وياخذ بيده. طيب أستاذ فتحي، طبعا احنا عرفنا انك حتكون زي ما قلنا وزي ما حكينا قبل شوية ضمن لجنة التحكيم للمهرجان، ولكن احنا حابين نعرفه جديدك الفني شن حيكون فيه او شن ممكن تحضر للفترة القادمة. والله جديدي الفني طبعا